السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومرحبا بكم معايا في غوسات جديده. الوغ اليوم ان شاء الله راح نبارطاجي معكم ان ديسير بزاف بنين وخفيف اي سورتو نوريسون. هاد التحليه هادي حتكون بزاف مغذيه باسكو حنخدموها بالتمر والشوفان. كما سبق ليا وقلت لكم ديجا ان الشوفان مغذي ومشبع، الوغ الا سحرتوا بهاد لو ديسير وتناولتوه بارد راه راح يشد لكم كامل لا جورني. بسم الله نبداو بلي زانغريديون. عندي هنايا كونتيتي صغيره تاع البسكوي. انا توجور نحب نستعمل لي ديسير ولا لي فيرين تاعي بهذا لو بسكوي سامبل ما فيهش لا كريم لداخل. ما نحبش نستعمل لي بسكوي اللي فيهم لا كريم باش ما يبدلوليش لو غو تاع لو ديسير. هنايا عندي نص كاس تاع الشوفان وهنايا نص كاس تاع اللوز. بالنسبه لللوز تقدروا تعوضوه بالجوز كوم تقدروا تعوضوه بلا نوا كاجو وتقدروا تعوضوه اوسي بلا نوازات. لي نوازات تحمصوهم راه رايح يعطيكم ان تري بون غو في لو ديسير ديالكم. وهنايا عندي العسل تاع التمر ولا كاين بزاف ناس اللي يقولوا له دبس التمر. هاولي كيفاش يجي، دوبتو شويه في الميكرووند باش يكون سايل ويجيني ساهل كي نخدم به. في كالكو ريجيون هنايا في الجزائر في بعض المناطق كان لي يسقيلو الرب، كل واحد كيفاش يسقيلو. بزاف بنين شغل معجون ولا كيما نقولوا العسل تاع التمر. فوالا نبداو لا بريباراسيون تاع هاد لو ديسير. هنايا دون زان فيتو درت هذاك النص كاس تاع الشوفان ونحمصو، نحمصو بيان كيما نحمصو الدقيق تاع الطمينه. الشوفان كيكون محمص راه يعطينا غو بزاف بنين، ما يشدناش بزاف الوقت، يا ربي واحد 3 دقائق هكذاك وهو تحمص يولي بيان دوغي. ودو بريفيرونس نحمصوه في حاجه ثقيله كيما هذه. فوالا بعد ما حمصت شوفان هاوليك الريزولتا اللي تحصلت عليه، جانا بيان دوغي. هنايا نبداو نخدمو الطبقه الاولى باسكو هاد لو ديسير راح يتكون من زوج طبقات. نبداو نحطو البسكوي في ان ميلي اشوار هكا، نقسموه شويه صغير باش يتميكسلنا بيان. بالنسبه للبسكوي كل واحد يستعمل على حساب افراد الاسره ديالو، على حساب شحال من فيغين راه حايب يخدم. فوالا نزيد عليه هذاك الشوفان اللي حمصناه ونزيدو هذاك النص كاس تاع اللوز ونميكسيو كلش. ميكسيو كامل هاد لي زانغريديون اللي درناهم البسكوي واللوز والشوفان المحمص، ميكسيوهم بيان حتى يولونا رقاق. بعد ما ميكسيناهم كامل وتحصلنا على اون بودغ فين، فوالا هاوليك الشكل اللي تحصلنا عليه، الريحه كيفاش راهي تطلع في هاد لو ميلونج تاع الشوفان واللوز والبسكوي. هنايا في هاد ليتاب نجي نزيد عليه هذاك الرب، هذيك العصيله تاع التمر، حيعطينا ان تري بون غو وقيمه غذائيه كبيره اوسي. فوالا ونخلطو كامل هاد لو ميلونج. هاوليك لو ميلونج بعد ما خلطناه مع العسل تاع التمر يجي شويه شاد روحو. هنايا جبت دي فيغين نبدا نعمرهم، عمروهم بيان. ما نعمرهمش حتى الفوق باسكو مازال عندنا الطبقه الثانيه، نعمرو اون ميم طون نستويوهم باش يعطونا شكل شباب في لا بريزونطاسيون. نزيد نعمر معاكم لا تخوازيام. هاد لو ديسير هدايا بزاف بنين ننصحكم تجربوه، او ميم طون مليح بوكو بلوس للدراري صغار. فوالا ولا راح يساعدنا في رمضان بيان سور ان شاء الله، سورتو مع السحور باسكو فيه غير العفايس اللي فيهم بزاف لي فيتامين كيما الشوفان. قلت لكم مشبع يشبع، مش راح يخلينا نحسو بالجوع. فوالا
فيه تانيك اللوز، اللوز فيه فوائد كبيرة. بلا ما نحكو على التمر اللي مذكور في القرآن الكريم. فوالا نعمرو لا فيغين ديالنا كما قلت لكم لا مواتي برك، نخلو قيس لا دوزيام كوش ونستوها، نستو بيان فوالا هكا باش تشوفو مليح. بعد ما عمرت كامل لي فيغين ديالي نجوزو لي زانغريديون تاع لا دوزيام كوش. نجوزو هنايا لي زانغريديون تاع لا دوزيام كريم. عندي اون بيتيت كونتيتي، كميه قليله تاع التمر، نقيتو بيان، حيدلو ديك العظمه ديالو الدخلانيه. هنايا عندي لتر تاع الحليب، راهو بارد شويه فخي. وهنايا عندي 3 مغارف تاع لا مايزينا. عندي هنايا ان ميكسور، نحط عليه هذيك الكميه تاع التمر. ونزيد عليه هذاك الحليب، لتر تاع الحليب. بسم الله، هاد الطبقه هادي حتجينا بزاف بنينه. هاد لاكريم فيها ان غو بارتيكولي، بنه تاع التمر مع الحليب. فوالا هنايا ونميكسيو كامل هاد لا بريباراسيون. في كاسرونه دقيق لها شويه، نحطو هذيك لا مايزينا ونفرغوا عليها هذاك لو ميلونج تاع الحليب والتمر اللي ميكسيناهم. نحركوا شويه المايزينا والحليب والتمر. ونكملوا لو غاست. هذاك التمر اللي بقالنا مع التحت نحركوه شويه باش يحبط كامل اللي بقالنا في لوفون. نحركو بيان هاد لو ميلونج على النار حتى تعقد معنا شويه لا كريم، ما نخلوهاش تختار بزاف يا اون طون ماشي خفيفه. نحركوها بيان باش ما يجوناش هذوك لي غرومو تاع لا مايزينا. وخدمو توجور في حاجه ثقيله دون اون كاسرول تكون ثقيله شويه باش لا كريم تاعكم عفوا ما تتحرقش. فوالا نحركو توجور حتى تعقد شويه معنا هاد لا كريم. هايديك لا كريم ديالنا بعد ما وجدت، شوفوا ماشي ثقيله بزاف. فوالا هنايا هاد لا كريم نجي نزيد عليها بطاطا فلون كراميل، هدايا المعروف. هاد لا كريم تقدروا تنكهوها، تقدروا تاروماتيزيوها بما ورد، ديروا لها قطيرات تاع ما ورد، كوم تقدروا ديروا لها اوسي شويه ما زهر، كل واحد ولو بو ديالو. انا جو بريفير نكهها بالكو تاع الكراميل. هكذايا ميم هاد لا كريم هادي راه رايحه تولي لنا سوبل كتر، رايحه تخفاف شويه. فوالا اون ميلونج بيان، ندخلوا بيان هذاك الكراميل، هذاك فلون كراميل في لا كريم. نبداو نعملو لي فيغين ديالنا بهاد لا كريم. بسم الله، تحبوا تخدموا بون بوشا دوي ولا بون لوش صغيره كيما انا هكذايا بور فاسيليتي لا تاش، كل واحد واش يساعدو بيان سور. نعملوهم بيان حتى للفوق. سي فوز افي رماركي في هاد لو ديسان هدايا ما استعملناش كامل السكر، ما استعملتش كامل السكر. وعلاش؟ باسكو التمر ديجا حلو، وهاد لو فلون كراميل لي زدناه لهاد لا كريم حلو اوسي، وهداك العسل تاع التمر حلو، دونك سي با اوبليجي نضيفو السكر. نزيدو نعمرو لا دوزيام فيغين. فوالا ننصحكم تجربو هاد لو ديسير، على بالي راه راح يعجبكم باذن الله ان شاء الله. فوالا نكملو نعمروها حتى للفوق بهذا الشكل هدايا. نكمل معكم لي فيغين ديالي ونرجع. نخلو هاد لي فيغين هادو ما يبردو بيان في الفريجيدير، ونجوزو لا ديرنيير ايتاب اللي هي ليتاب تاع لا ديكوراسيون. هذا هو لو ديسير ديالنا بعد ما برد. نجو نديرو لا ديكوراسيون كيف كيف. عندي هنايا شويه بيسكوي مرحي،
ديكوري بها هكذا من الفوق. تحبوا ديروا بيسكوي ملحي ولا تقدروا ديروا هذوك لي كونكاسي ولا بقاو لكم منهم بيان سور لوز ولا جوز اي حاجه استعملتوها. هكذا اون بيتيت توش حتعطينا منظر شباب لو ديسير. هنا حاجه خفيفه بهذا الشكل هذايا. وهنايا عندي تمر نحيد له العظمه ديالو الدخلانيه ونديكوريو بها. سامبل اي بو او ميم طون هاد الديسير راه يجينا بريزونطابل نقدروا نسربوه ميم للضياف. فوالا هذا هو لو ديسير ديالنا تاع نهار اليوم تاع التمر بعد ما وجد. شوفوا كيفاش خرج، خرج ما شاء الله. شوفوا هذيك الطبقه الاولانيه اللي خدمناها بالشوفان واللوز كيفاش خرجت مع هاد لا بروميير كوش. المهم المنظر ديالو شباب، نتمنى ان شاء الله تجربوها هاد لا ريسيت، اكيد راه رايحه تعجبكم. الى عجبتكم هاد لا فيديو هادي ما تنساوش تشتركوا في القناه، تاكتيفيو لا كلوش باش يوصلكم كامل الجديد ديالي. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.